أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه إثر مناقشة مشروع القانون ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر. التراث كلمة مرادفة لوحدة إنسانية تجمع مختلف الشعوب والثقافات والحضارات، وهو أمر تعيه الشارقة بحق، حتى حصدت ثمار اهتمامها بالتراث في العديد من المحافل، من بينها اختيارها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ضمن شبكة المدن المبدعة التابعة للمنظمة، بجانب منح معهد الشارقة للتراث صفة مركز من الفئة الثانية تحت رعايتها. ولعل هذه الإنجازات كانت دافعاً لإمارة أبت أن تقف عند هذه الإنجازات، فاليوم ها هي تواصل بذل الجهود لتحقيق المزيد عبر برلمانها الذي ناقش في جلسته السابعة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس مشروع قانون التراث الثقافي والتقرير الوارد من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس، وذلك بحضور سعادة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث والدكتور صباح الجاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار وممثلي الحكومة من الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة وممثلي الجهات ذات الاختصاص بمشروع القانون. اكتمل تشريع قانون حماية التراث الثقافي في الشارقة الذي يوفر حماية قانونية كافية لحماية كل أو الحفاظ على كل الممتلكات الثقافية سواء المنقولة أو غير المنقولة في إمارة الشارقة. ناقش المجلس اليوم قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة لما له من أهمية كبيرة في الإمارة، وحرص من خلال مداخلته على إثراء مواد القانون سواء كان في استعادة التراث أو تملكه، وكذلك مصادرة التراث المادي المنقول. ناقش الأعضاء خلال الجلسة كافة أحكام القانون ونطاق تطبيقه وأهدافه وما يتصل به من ملكية التراث الثقافي المادي وملكية الأرض وقيود حيازتها، بجانب آلية تنسيق العمل المشترك وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية. قانون مهم جداً على اعتبار أن الشارقة مزدهرة في الثقافة والفنون وتحافظ على الأجيال، على إرث الأجيال، وتنقل من جيل إلى جيل. فالقانون يناقش يعني شامل في محافظته، في تطويره، في ترويجه. تأتي مناقشة قانون التراث الثقافي لتعزيز صيغ العمل المشترك بين الجهات المعنية على تنوع أدوارها لحماية التراث والحفاظ عليه. مناقشة قانون التراث الثقافي تأتي لتعزيز وتعميق الوعي الوطني بأهميته في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة. لإخبار الدار هويدا الشرقي.